تعرف على حضرتك مهندس احمد سعد، مدير عام شؤون المناطق في قطاع المشروعات والمشرف العام على الورش المركزيه. حضرتك قدمت مشروع النهارده في المؤتمر على موضوع هدم الحزب الوطني، ممكن اتكلم بس على تفاصيل معاه حضرتك؟ الحزب الوطني المبنى المقام ده هو مبنى مخالف وليست له تراخيص، لان هو ارض اثار ولا يمكن يكون حصل على تراخيص. ايام صفوت الشريف سهل جدا انك تيجي، لو صفوت الشريف عايز يهد بيتك ويبني على ارضك كان هيبني. دي ارض اثار مش حرم اثار، ارض اثار، في فرق بين الارض اثار وحرم اثار. طب هذه القضيه لماذا لم يعني تتاخد طريقها للمحاكم للقضاء بدل المؤتمرات الصحفيه؟ المؤتمرات الصحفيه لا تاتي بنتيجه، هي لا محتاجه محاكم ولا قضاء. احنا عملنا المشروع وطرحنا على الوزير، وانا جاري في التخليص الاوراق، يعني ان انا اعمل ملف كامل بهذا الموضوع. ولكن هناك مشاريع اخرى، انا قبل ما امسك المناطق في المشروعات كنت في قطاع التمويل مدير عام الرقابه على الجوده. الرقابه على الجوده فيها التخطيط والمتابعه وما الى ذلك. كان في خطط زي ان احنا حط دعاية على التذاكر، الكلام ده ما اتعملش من قبل كده ليه؟ انا بتكلم دلوقتي المقر الحزب الوطني اللي هو اللي على النيل، بيقال هو يروح لحقوق الانسان، بيقال مش عارف هيروح وزاره ايه، يعني في طريق لتسليمه لجهه ما. ولكن اسمح لي اوضح لك حاجه صغيره. لما بتيجي تاخد ارض في الصحراء، اشتريتها من العربي او اشتريتها من الدوله، بيقول لك روح جهات كذا وكذا وكذا. اول جهه فيهم، اول جهه ليست القوات المسلحه زي ما بيدعى، ده الدعاء الاثار. لان انا ما اقدرش ادمر معبد مطمور تحت الارض عشان انا عايز ازرع رش ميه بقى وري وبتاع، هيبوظ. عارف تاني واحد بعدين البترول، ثالث واحد القوات المسلحه. القوات المسلحه عندها 100 خيار استراتيجي للنقطه المنائمه لهذه الوحده اللي هحطها هنا. اما انا كاثار انا ما اقدرش، انا ما بشتغلش على المعبد ده، الجامع ده، الاثر ده المطمور تحت الارض، ما ينفعش. انا الموانع، ايه الموانع من الان اللي هو يتم هدم هذا المبنى ويتم تنفيذ مشروعك، وهو مشروع طموح ومشروع حلو هيؤدي الى اموال طائله لمصر؟ لماذا؟ ما انا بقول لحضرتك اغلب الوقت بتكون ردود، احنا بنشكل لجنه، احنا بنشوف ما اللجان ديت والمؤتمرات. الموضوع مش محتاج لجنه، الموضوع مش محتاج لجنه خالص. الموضوع محتاج قرار يصدر عن الوزاره، قرار وزاري، ويعرض على رئيس الوزراء. لو وافق هو من حقه، رئيس الوزراء معاه خصوصا رئيس جمهوريه. ما انا بقول ايه الموانع؟ ما انا بتكلم، لا يسال في ذلك رئيس الوزراء، يسال رئيس الوزراء في ذلك ايه الموانع اللي عنده. انا بقول لحضرتك هتجيب فلوس بكره الصبح، انا ما بكلمكش هد في شهرين وابني واعمل دراسه دوليه ومسابقه عالميه معماريه عشان نشوف الشكل. ما فيش معماري، انا عايزه منبسط وهيصبح اربع كافيتريات مثلا، الواحده بتاجر ب 10 مليون جبت 40 مليون. في لجنه مثلا قابلت الوزير وشرحت له، او رئاسه الوزراء، او المسؤول على هيئه الاثار، حاجه زي كده؟ لا، جاري اعداد، عشان بس ما نظلمش الراجل، جاري اعداد ملف، لان ما بيتاخدش في كلمتين. احنا بنشتغل بقى اكتر من 3 اسابيع على الموضوع ده، انا عندي في الاداره بنشتغل من 3 اسابيع على الموضوع ده. بس هو بدايه دي ارضنا، ارض اثار، وزي ما قلت لك يمكن انا ما كملتش، الاثار ثم البترول ثم ثم ثم. اول حاجه تكتشف الارض دي تشوفها بتاعت اثار ولا لا، دي ارض اثار. اللي يقول بقى هو انسان يقول اللي هو عايز يقول زي ما هو عايز. واحد هيقول لي هبني في بيتك، ما تقول. طب لو تم الموافقه على الهدم وعمل المشروع ده يتنفذ في خلال قد ايه؟ يتراوح من 5 ل 6 شهور، لكن يجيب دخل من اول يوم. انا هفترض حضرتك المستثمر، انا بقول لك اديني الوقت داون بيمنت كده على الترابيزه 50 مليون، وابني ب 20 ب 30، واقعد لم فلوسك اللي انت دفعتها لي كاجر لمصر 50، وال 20 30 اللي انت بنيت بيهم، ال 70 هتاخدهم 220، هتاخدهم 300% مكسب في سنه، يبقى انت تقعد سنه، في 5 سنين تقعد 5 سنين نكسب سوا، لكن في البدايه انا هاخد منك فلوس، انا من بكره هتجيلي فلوس. انت شايف الموضوع ده ممكن يتنفذ؟ اه جدا. امتى؟ جدا. لما مصر تفوق. هتفوق امتى؟ ماشي هتفوق. والله انا منتظر، احنا بنطرح الحلول. فوق مهندس مش سياسي. يتخذ اجراءات من قبل رئاسه الوزراء، ان ولجنه ثم لجنه ثم لجنه. لا مؤتمر صحفي، لجنه ليه؟ هو احنا جايين من الشارع؟ هو احنا جايين مواطنين؟ مش قصدي من الشارع ناس وحشين، مواطنين. احنا جهات مسؤوله وقياديين في جهات مسؤوله. ده تقرير انا بقوله، دي ارضي وتستغل بشكل فلاني. المبنى مغلق الان من بعد الثوره بقاله عام وثلاثه اشهر، سنه وربع، ولم يتم تنفيذ اي شيء، مع انه يعني خارب، موجود مبنى خارب. سمعت ان دي اول مجلس عسكري، ما حدش يجي من المجلس ده، المبنى ده سمعت. وقد يكون عندهم اسباب اللي انا وانت مش مقتنعين بيها، بس كلامهم شكله مغلف بشكل مقنع، ان لسه ما نعرفش مشروعيه احقيه الملكيه لهذا المكان عند مين. ده بتاع مين؟ ما هو مش بتاع الحزب، ما عادش في حزب. امال بتاع مين؟ لا استنوا بقى لما نشوف. ده الكلام اللي بيتقال، احنا مستنيين لحد ما نشوف. شكرا استاذ. مش هو ده مربط الفرس، مش امتى احنا عندنا احلام للاسف كثيره وعندنا طموحات، ولكن مفيش تنفيذ. عندنا معلش مع احترامي لحضرتك، عندنا مؤتمرات وكلام وكلام، في الاخر لجنه ثم لجنه ثم رئاسه وزراء ثم مش عارف ايه، ثم اتغيرت الوزاره، ثم ونفضل احنا في هذه الدائره المفرغه. اثناء المؤتمر في الاسئله الاخيره للصحفيين انا رديت قلت ايه؟ كل يوم احسن من قبل،
والوزير الحالي احسن من اللي فات واللي فات احسن من اللي قبليه. احنا منتظرين الافضل، احنا بنحلم بسوبرمان ينقذ دمار 30 سنه لاستاذ دكتور التدمير حسني مبارك اللي كان في البلد. ازاي حواس كان معاه، صفوت شريف معاه. انت بتتكلم في رموز في الفساد، دول رموز يدرسوا في الكتب بره، كل واحد فيهم من الرموز. انت عايز تعالج، لا اللي موجود كويس بس مش كافي. خد بالك حضرتك انا دقيق في هذا التعبير، دقيق جدا. اللي موجود دلوقتي كويس بس مش كافي، محتاج يبقى اكثر ثوريه واكثر سرعه واكثر 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 واكثر. شكرا. عفوا.